مرحبا أعزائي، برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرنس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. موضوع حلقتنا اليوم عن عطر من ميزون ألامبرا اسمه يور تاتش. من فترة، من كم أسبوع، عملت مراجعة لعطر سترونجر ويز يو من جورجيو أرماني. سترونجر ويز يو الأوتو دو تواليت الأساسي، وهيدا يور تاتش من ميزون ألامبرا هو العطر البديل لسترونجر ويز يو الأوتو دو تواليت اسمه يور تاتش. نبلش أولا بالبرزنتيشن، هاي البرزنتيشن، الفول برزنتيشن. العلبة تقريبا في تشابه بالعلب، يعني مستوحاة العلبة من السترونجر ويز يو. اوكي، يور تاتش بيجي تركيز اودو بارفان والساعة 100 ملي. هلا حط لكم العلبة عن قريب، الهولوجرام، علامة الألامبرا اللي هي الغزال، وإصدار 2023. هلا رح أحط لكم العلبة على جنب الشاشة. الزجاجة هيدا شكلها مثل ما تشوفوا، في هيك نوع من التشابه، حتى لون العطر جوا بتلاقوا تقريبا نفس لون العطر. الغطاء بتحسوه نفس السالفو انتنس، نفس الغطاء مستعملينه. السبراير الأسود يور تاتش مثل سترونجر ويز يو، شو اسمه، يو يور، هول القصص مستعملينها انه مستوحين الاسم، الستيكر من تحت. هذا السبراير. اوكي، الريحة حلوة، الريحة كثير، يعني في يقول شبه تطابق مع السترونجر ويز يو الأساسي. فينا نقول تطابق كثير قوي بين بعضهم. هاي السترونجر ويز يو، مش معقول تطابق كثير كبير بيناتهم، تقارب تقريبا 90%، 95%. نفس الريحة، يعني بتشم الخزامة المريمية، ريحة الكستنة، هيك ريحة الكستنة الكريمي مع الفانيلا مع سكر الكستنة عليه السكر المحروق، كراميلايزد، يعني الكستنة الكراميلايزد. في هيدي الريحة كتير في تقارب بين العطرين، يعني الألامبرا صايبينه للعطر إصابة مباشرة بالعطور المتقاربة جدا الناجحة من الألامبرا بنسبة التطابق مع الأصلي. فعلا نسبة كتير كبيرة. نوصل للأداء اللي هي النقطة الأهم. أداؤه هذا جيد جدا كثبات، عم بيعطيني بحدود 7 ساعات ثبات، جيدين جدا 7 ساعات، واضحين عليكم. الفواحين تقريبا أول ساعة أو أكثر شوي من ساعة، فواحين شوي، يعني النقطة الوحيدة اللي بيتفوق فيها الأصلي على النسخة هو هذا السترونجر ويز يو الأوريجينال، فواحينه أقوى بكتير من اليور تاتش، بيتميز هذا بفواحينه القوي، فبالفواحين بيتفوق عليه. هذا شوي الفواحين من ألامبرا بتحسه الفواحين هيك شوي خجول، مش عاطل بس انه خجول. بس الفرق السعر رح نحكي عنه هلا، رح نفوت بالسعر مباشرة. هذا سعره 13 14 $15، السترونجر ويز يو سعره فوق ال $100. فإذا هالساعة الفواحين أو ساعة ونص فواحين إضافية، إذا مستعدين تدفعوا حقها $100، ما بعرف هذا الموضوع بيرجع لكم، بس انه نفس الريحة، نفس الكومبلمنتس، نفس الاطراءات رح تاخدوها. اكيد عطر شتوي، في الكاستنا عطر دافي، عطر شتوي بيستعملوا بفصل الشتاء والخريف. تقريبا نفس الاطراءات بتاخدوها، نفس النتيجة. الفرق الوحيد انه سترونجر ويز يو الاوريجينال الاساسي بيتفوق على يور تاتش بالفواحين، فواحينه أقوى بس كثباته تقريبا نفس الشيء، بيتفوق عليه فقط بالفواحين. عندكم ساعة لساعة ونص فواحين
ساعة إضافية فواحان يعني. هذا الفرق الوحيد، والسعر فرق شاسع بالسعر. فالموضوع عندكم، بس التطابق أكيد بنصح فيه. بالنسبة للتطابق كتير في تطابق بين الأطراف. هذا هو إذن أعزائي يور تاتش من ميزون ألامبرا، عطر بديل جيد جدا لسترونجر ويز يو من أونتوريو أرماني. بتمنى أعزائي يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، ونشوفكم فيديوهات جديدة. Hello guys, welcome back to my channel Beirut Fragrance Passion. If you are new, please subscribe. Today's video will be about a perfume from Maison Alhambra, and it's Your Touch. The name of the perfume is called Your Touch. Okay, it's meant to be a clone of the Emporio Armani Stronger With You. Okay, the original one, the EDT. Okay, the first one, the Eau de Toilette version. Okay, Your Touch Stronger With You. Okay, look at the names. Okay, and the same bottle style and almost the same juice color. First of all, let's start with the presentation. That's the full presentation. The box. Massive box, okay, gray, and it's written in white, Your Touch, and the Alhambra logo. It's Eau de Parfum 100 ml. Okay, here you have the hologram for the counterfeit and the information, date of production, 2023. Okay, as for the bottle, it looks very similar to Stronger With You. Okay, the cap, here you have the same cap of Salvo Intense that I reviewed a few days ago. The same heavy metal cap. The sprayer is black and very good sprayer, not bad. Okay, the little sticker here, nice bottle. Okay, smell wise, it smells very identical, almost the same smell as the original Stronger With You. Let's spray them side by side. Same opening, same style, same smell, not same style, same smell. You can smell the chestnut, the sugar, the sage, lavender and vanilla, of course. The same cozy scent that you smell in Stronger With You. Almost identical, 95% identical. Alhambra, they hit the jackpot with this one. Okay. Now let's talk about the performance. The performance, you can have 7 hours longevity, 7 good hours of longevity. And the projection, it's decent, it's average. Not a beast projector, it's average projection. That's the only difference between the dupe and the original. The original have, here you have a very strong projection, three hours of good projection. Here the projection is moderate. That's the only difference. Other than that, they are the same perfume, the same smell, the same compliments. You get the same compliments from the same persons. Everyone who like this one will like this one. They don't know what you are wearing, if you are wearing the original or the clone. Nobody knows shit. They don't know. They will tell you the compliments, they will give you compliments without knowing anything. When you spray this one, you can tell everybody that I'm wearing Emporio Armani, and nobody will argue, will argue with you, or will tell you no, it's Your Touch. Nobody will know. The same smell. Okay, you decide if you want to pay 13 bucks, 15 bucks, or you want to pay 100 plus for the Stronger With You. You decide. You have your money, you have your wallet, you have the brain. You decide. For 1 hour and a half
more projection, you will pay $100. Here you can spray as much as you want, and you can spray every 2 hours, and you will get the same reaction around you for less than $20. So that's your choice, you decide. So your touch from Maison Alhambra, it's a very good clone, the same smell as Stronger with you, okay, but with a little bit less projection. Other than that, it's a very good perfume. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you around.